بسم الله الرحمن قيل وما سلاح الأنبياء؟ قال الدعاء. علينا أن ندعو ونتضرع إلى الله عز وجل بأن يغفر ذنوبنا. إذا أقر الإنسان بأنه مذنب كيف لا يغفر الله له؟ سئل الإمام علي عليه السلام: يا أبا الحسن، كم بين السماء والأرض؟ قال: دعوة مستجابة. أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي. هو راحم، هو غافر، هو شافي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباطن بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور، يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل
وعلي في جميع الأمور
والنظر في أمري إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما هو وأسعده على ذلك القضاء، فتجازت بما جرى علي من ذلك بعض حدودي وخالفت بعض أوامري، فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا مستقينا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي يا رب، ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتربيتي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا، وعلى إلى أوطان
أشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكارك على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فينا وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلن صيرت لي للعقوبات مع أعدائي وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهب لي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف وهب لي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتي أم كيف نسكن في النار ورجائي عفوك عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم الصادق لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا يا غاية أمال العافية.
وذا قطع مع ذا بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك وجيجا مؤمنا لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تسجره أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات هيهات ما ذلك الظن به ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدي وقضيت به من إخلاد معاندي لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام تكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمتم وكل ذنب أذنبتم وكل قبيح أسررتم وكل جهل عملته كتمته أو أعلمته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيتم وبفضلك سترتم وأن تغفر حظي من كل خير تنزلون
أو إحسان تفضلون، أو بر تنشرون، أو رزق تبسطه، أو ذنب تغفرون، أو خطأ تسترون. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا يا ربي يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل رقادتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من شيا من إليه شكوت أحوالي. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي قو على خدمتك جوارحي واجدد على جوانحي وهب لي الجد في خشيتي والدوام في الاتصال بخدمتي حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاق وأدنو منك دنوا المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فارج، يا الله ومن وأقربهم منزلة من وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتي وأقل لي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتي وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم إجابة فإليك
فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا تسليما كثيرا.